دنيا تلزينا غير كسات علينا ظروف وبلاد ملهوف اتبعنا وتشرينا والقلوب كي طعمها ما عاد تشوف وبلاد ملهوف يا دنيا يزينا حنن القلب علينا وروف كان تعمل معروف يزي ما قاسينا غير نشوفوا الايام الزينه خبينا الدمعه في تبسيمه وكلنا غدوه يجينا نهار جديد كلنا غدوه عيد وتفرح اللميمه وغدوه مستقبلنا مش بعيد وما تتمثل ليد والفقر مش جريمه حكمتوا علينا من بعيد رميتونا ورا الحديد والدمع في عينينا ياما وياما الليالي في الظلمه بكينا يا دنيا يزينا يزي مقاسينا يا دنيا تلزينا ما يتلام علينا ربي الحاكم فيك وفينا يا ما بالروج غمشينا ولد المرا غالب ومغلوب مش دمعة في جيوب تكرهنا تحبينا يا ما ثابت فينا كلوب وذوبنا كلوب والحاضر ماضينا والمستقبل ما يخبي العيوب غير يا بنات متوب وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا يا دنيا تلزينا والقلوب كي طعمها ما عاد تشوف خبينا الدمعة في تبسينا كيف كسرت علينا الظروف يا دنيا يزينا وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا بالك كان هي تبلع انا مشيت فيها يبي استكعبر لي ليا انا باش نخسر مرتي يا ودي انا مرتك وانا سخطت كان تموت الحاج باش يستول الفيديو الحاك طيحت اختك الكوكا هذه مش نعديها لك اخرج اخرج مرتك شعرها انا مشيت فيها وانت ماشي ترقد مرقد يهزك انا عقاب عمري وليت في بواته وبنتي ملوحه بين حياه وموت في محار قلت لها سايب عليك مش به ما في باليش الحكايه باش توصل لهك في باليش الحكايه باش توصل لهك خنينة انت تو لازم نردو بين معناتها زينة متاعك تحطها ما بين عينيك تجرح شي جرح مشينا نزمروا الناس الكل بالفازة اللي صارت تريت الحاج عمل فيا وتو باش يولي يركز معانا مش نورمال هذيك علاش انا خممت بالكدا ويظهر لي احسن حل للناس الكل نفضوا الشراكة اللي بيناتنا وفك علينا من هالقلم ليه ما تفهمنيش على خاطرك تحب تكوش على كل شيء وحدك وعملني انا سب قال شنو خايف عليه دونك حل مخك شويه عايش خويا وخلينا نقف على رزقنا ما غير لا يسمع لا بابا لا ابراهيم والله مش بلعاني خويا ما ريتكش يا ما ولا ما ريتك بتاع الكرابه تعرف يا معلم كيفاش نعمل انا تعرف كيفاش اجا معايا للدار انا تكفي نسحق الكل هاي تفضل خويا خير قلت لي عشتي بيك يا لي خير اخت شوف خوي انا انسان نمن ياسر بالمكتوب وبعد ما عملت معك اكسيدون قعدت نخم ويرحم والديك جبت لي فكره مش نورمال انا انت اسمعني مليح انا تو عندي مده ورثت شويه فلوس تي العسيل قاعد نخم مش باش نعمل بيهم يا باش ندخل فيهم فريندز يا باش نخدمهم في مشروع قديش هذا فما تزبيه صافا مستحبين يا اخويا سحاري انا الوالد يرحمه ورثت منه كانت ديون بعد زهر وصاحبي ادينا زهر لا شيء كنا ولد 9 شهور والفلوس رايح كيف فير كيما يقولوا سخ الدنيا يا اخويا انا نحب له سخ والحكايه الحكايه هذه راه راه دينك بيه صاحبي المهم كيما قلت لك انا نحب نعمل مشروع والمشروع هذا مانيش باش نلقى واحد ينجم يعاوني فيه اكثر منك انت احكي بالرسمي بالطبيعه ليش لو المشروع اللي ضرت لك انا نفهم لها فيه تاكسيات حب ناخذ 3-4 تاكسيات نخدمهم وانت تدخل معي شريك بالسفور فير متاعك هاك انت تشوف شكون يخدم عليهم
نظم الامور وكل بعد كل واحد ياخذ مكتب من رب. والله يا بايرم يا اخويا ما عندي ما نقول لك. كشت انا تو تحكي بالرسمي معناها معناها حسب ما فهمت انا باش نتلهاها بثلاثه تاكسيات. ها هاك فما تاكسي انت تنجم تسوق ونبقيت تتصرف انت شكون ثقه تعرفهم وليت حوالك تحازل وتتصرف. اي ودي اي تهنى ارحم والديك يا بايرم صح ما عندكش فكره تو قداش فضيتيني انت. يدي ما عندي حتى مزي هاك نرمم مو كل واحد فينا باش يخرج رابح. يا ودي منظم امريكا صاحبي يسترك. امي انا عندي ما نحكي معاك. قول هاي نسمع فيك ماكش ترى فيها نغسله؟ والله حتى انا نغسل لك وبيت. علاش بيت؟ شبيني؟ بالله جاوب بالفلوس اللي راخد عليهم الكل مازلت تغسل في المعقول؟ ايماش تحبني نعمل؟ يجيب مرات تنظف لك انزيم جيب طبيخ يطيب لك. الدنيا فيها موت راه وصرف تفرد. واه فاش قام هالروايق؟ على يديا مكسره ولا ملفوفه في الحنه؟ يا اخي تاوى ميزيريا. إيه كان عطا ربي راك تاوى عند الحجام ومراه لهيت لك بشعرك واحد اخرى لهيت لك بذوافرك. عليه فاش قام عندي عرسه؟ لا عندك المليارات شيخ بيها امي فاش قام نهار كملت قلت وتسلت. على غالب استنست هكا عمري كامل تاو باش نجي نتبدله؟ ساعه اولا انا مانيش فاهم كيفاش مازلنا ساكنين في الدار هذي. كان عطا ربي تضرب لنا فيلا كما نعرف انا ثلاثه تيقان بيسين. داري ما نسلمش فيها مهما يصير وما نخرج منها كان فيك فن. لطف عليكم يا بعد عمر طويل اما كي ربي عطانا خلينا نعيش نتفرهدوا كل العباد. ما يخرج من قشرته كان قيل لصق. هنا عايشين مستوري كجيت تبع فيك الفلوس تحكي عليهم يقعد منهم كان الشاب. يا بنتي راي الفلوس وسخ الدنيا افهم معناها مجعولين باش يتصرفوا باش الواحد يتفرهد بيهم. ليه يا بابا؟ انا مخبيتهم نهار اخر مخبيتهم ليكم انتوما وولادكم. وما دامني انا حيه وعيني تخزر كل فرانكي يمشي في بلاصتو بعد ما منامعين يعملوا اللي تحبوا. يا بدر نورمال امك احكي معاها شبيك ساكت. فلوس هي حره فيهم تصرفهم تخبيهم تصدقهم امور. خرف حتى انا فيش كون نسال. لا محاله باش يبدا في بالكم. انا مشيت قابلت امام وحكيت معاه. حكيت معاه فيش؟ قلت جاتني شويه فلوس نحب نتصدق منهم فماش ما ربي يغفر لي ويغفر لولدي. حكيت له على اللي عمله بدر؟ مازلت ما خرفتش. امال قال يعقد النية وتصدق باللي كتب من ربي ان شاء الله ربي يقبل مني ويغفر لولدي. باه يعطيك الصحة. وقد ايه اللي كتب ربي؟ هو اللي يعطي حاجة ماذا به ما يقولش. انا قلت نحكي لكم باش يبدا في بالكم ما تقولوش فلوس اني مشيت. انا راني عطيت اشتراهم. شنية؟ اشتراهم خشبيك مفيدة بنت شقاد منهم الفلوس؟ هاو كنت يحسب الفلوس صرفتهم انت واللي عطيتهم انا الخوك باش يعمل مشروع واللي عطيتهم انا لطيفة هذاك هاو. ما انت فلوس مشيت بح قعدنا مليار هاو. فلوسك؟ علي بالك جبتهم بذراعك ولا خلاهم لك المرحوم بوك؟ عندك الحق نسيت اللي هي فلوسك واللي انت ساكر فمك. ليه خليه؟ خليه يقول لي حب. مازلت حاجة ما سمعتهاش منكم انا في هالدارة؟ يسمعني يا امي لازلت لك اما مش قصدي. اسمح يا بربي يزي مفيدة ماك تعرف ولدك جلتها ماك هاو. باش تتعلم ما عادش تجلت. يسكر فمك انت يا باش دخل بالسلاح ينقص حسك. به به يزي وبركة اللي صار صار. انت قبيلة قلت لي عندي ما نحكي معاك تحب؟ ما قلت لك عندي مشروع نحب نعمل. اي يا كاو عندي حكاية نحبك تقف معايا. هيا باهي كي ربس روحك. وشنو هي هالمشروع؟ نحب نشري ثلاثة أربعة تاكسيات للخدمة. كيفاش تجي هذايا ودي ما عندكش رخصة تاكسي؟ باش نعطي واحد ثقة نعرفه عنده رخصة وهو اللي باش يمشي للأمور. كي أنت مالي يدك من الحكاية؟ اش باش نقول لك؟ ربي سهل. من رجلين مالا؟ عايشكم. شنيا الحكاية هاي تملخ؟ أنا حكاية؟ كان في بالك عجبت على مفيد علينا راه صعيب شوي. كيفاش تحكي؟ نحكي على الحكاية الحولة اللي طلعت بها وتسمي فيها مشروع. إذا قلت المفيد هذاك هو علاه باش نكذب؟ ما نعرفش ما ثم حاجة مشرك. شنو اللي مشرك؟ نعرف اللي التاكسيات مش جاوك. ياك طلعت غلط، جوي وجوي على الآخر زاد. وشكون السيد هذا اللي مش لك بالأمور؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. وقتاش أنت عندك صاحب أنا ما نعرفوش؟ أوش تحب أنت تو؟ نحب نعرف إيش قاعد تكمس. من الآخر
نحب الرقه. سمشت رق العمله زفت اللي عملتها. البوليس اللي قتلته. فاش تحكي؟ في اللي سمعته. دخلت كونتاكت مع عائلته برج ولاية ظروفهم ياسر تعبوا. خلوا وراه مراه صغيره وغشير. كي تشوفهم شيء يوجع القلب. استنى استنى ما فهمت شيء، فاش قاعد تخرف؟ مانيش نخرف بالعكس، واعي بالكدا فاش قاعد نعمل. نحب نعوض لهم حتى شويه. مرتو عندها اخوها سكن معاها وام. زويري صنع تاكسي. سقسيت عليهم بعد تنبشت فيه زعما مش بالعاني بالكهرباء فمش ما نقرب لعائلته. يحل مخك قاعد تلعب بالنار. يمي سارش هكا ولا هكا باش نتحرق اليوم ولا نهار اخر. يا اخي الاخر نعمل حاجه بها يقبل. ومن الاخر باش يسير اكثر من اللي صار. فيقة باين مراك قاعد تحير فيكم كان يحلبوا بيك راك مش تمشي زيزي. نعرف فيش قاعد نعمل. غير انتي سكر فمك وما تندمنيش اللي حكيت لك. صاحبي الحساب كله لهنا. مريقلين مريقلي هاي خوي هذا بيتك يا ستر ساعه هاي بنتنا تل استنى عاد خلينا نعمل قهوه ونمشي ليه خل نفسه زيد انت نصورك شي مشيت شي جماعه عاد الليل ها شكون جماعه ايش نهي شكون جماعه الوالده واختك باش باش تروح لهم يديك مليان اه عندك الحق وانت عدى ناخذ لهم شويه غله وفازات صاحي تنجي صاحبي العائله خويا اهم حاجه في الدنيا هكا ولا طبيعة بر اخوي سلم لي على الويست في الهم يبلغ عشيرة وي كنت نكلم فيك ما تهزش خرجت مع صاحبتي والله حسن ما فيه جميع صاحبتك اي صندرة وعليا مازالوا كيروحوا من ميكوناس يا من ميكوناس وانا حمامات يا اخي تساوق عليا اوه بدر يا اخي شبيك؟ شو عندي عملت؟ ايش خليت ما عملتش؟ مساهمك يا مش تقعد معايا تفسخ وتعاود من جديد؟ اي وانا هيك ايش عملت؟ مش تقابل في صاحبتك نورمال؟ نورمال يا اخي شنو المشكل؟ ترى قول لي بربي ايش يخدموا صاحبتك؟ ها؟ اسمعني راهو دموع التماسيح هذيا ما تجدش عليا انا شنيا مش تخرجني انا الغالط؟ ايش تحب تو انت؟ نحبك تري وتبعد على الخط المزمره متاعك في بالك ما تفسد المراه كل المراه؟ اسمعني يا صوفي كان تحبنا نقعد مع بعضنا على قاعده صحيحه لازمك تنظف روحك بالكدا ومنه هك قبل ما تعمل اي بروجرام نحب نعرف مرتي مع شكون خارجه وين وقتاش مانيش الطرطور نتاعك انا واضح مرتك اي مرتي ما دامك قاعده معايا انت على ذمتي واللي يمسك يمس اش قلت باهي بدر باهي يزيد نخش السلام عليكم الله عينك ولدي الله يهنيك يا ميمتي اه هذا حدك والله كاو قطعت شد شد ايجا يا طفل ايجا هي تي تخمس ان شاء الله تعيش وتجيب يا بابا تعيش كميمتي يرحم والديك كبيره ما هو اللي فضينا ولد حليلك الطفل والله ولد حليل في ساعه حاليه عنده العط ربي يزيده يا وليدي وهو ربي يعطينا منا عبده غير انت هني على روحك يا وليدي كما جاش يعرفني ثقه باش يدخل يخدم معايا الخدمه كلها علي انا وفي الاخر صب من على يدينا ربي يعطيك صحه لبدين يا بابا وربي عينك بعيش اي ما كان مشوه شري التاكسي دخلت عليهم انت اي متفاهمين ما نزل لي هزلوا كل شيء لا. ربي طيح بينا ما خير منا يا وليدي انا والله قعدتك حدي الرجل رانا ما ضيفنيش حتى بكسمه انت مش بعد على بعضنا تو مره جينا نفرحوا بيه هاك نهار لحد الشيء استدعاه وطاو نعملوا كسكسي بالعصبين فاش قام باش تراسينا عادي نهار كامل في الكوجينه واه الرجل الخير وسابق علينا بايشي جتنا على طرف كسكسي باهي تو نقول حلوه يا حلو المريول ما وين السروه مره برت لعلبس حاجه نورمال عيانه برشا شنو الحاجة النورمال؟ مين نعرف عليك انا يعني يستر روحك
برسمك انا معك واحد هيك حل عليك، ما مش راسيني نهز ونلتخ فيه. الباسي انا في جرتك. ايش يهمك فيه؟ خليك احلى على روح. الرعاد الليلة الكلب. لازمك تفهم اللي توا وليت مع راجل. تخرج معي هكا ما معناتها تطيح لي قدر. والله غلط، هو يجي نورمال على الاخر. انت نزيد فيه. نورمال؟ باش نوريك شنو هي معناتها نورمال. هكا دي مش تخرج هكا، حتى انا باش نخرج هكا. نورمال، شبيك متخلف.